السبب في وجود انجلترا وفرنسا في بلاد العراق وبلاد الشام هو مؤتمر سان ريمو الذي عقد عام 1920، وتم انتداب انجلترا لإدارة العراق وتم انتداب فرنسا لإدارة بلاد الشام. إذن انجلترا تطبق الانتداب على العراق وفرنسا تطبق الانتداب على سوريا ولبنان وبلاد الشام. إذن هنا استعمار انجليزي وأصبحت سوريا ولبنان وبلاد الشام خاضعة للاستعمار الفرنسي. تعالوا نشوف علاقة الشخصيات الثلاثة بالأحداث. في هذا الوقت الجنرال بيتان بيحكم فرنسا بحكومة خائنة وهي حكومة فيشي. القوات الفرنسية في سوريا خاضعة للجنرال بيتان حكومة فيشي. يبقى أنا عندي هنا قوات فرنسية في بلاد الشام وهي خاضعة لفيشي، وبالتالي هذه القوات الفرنسية موالية لدول المحور وهتلر. لاحظ كل هذا المثلث، هنا هتلر وهنا الجنرال بيتان. القوات الفرنسية في بلاد الشام خاضعة للجنرال بيتان وحكومة فيشي، وبالتالي هي موالية لهتلر في ألمانيا. ما وضع الجنرال ديجول؟ في عام 1941، يعني بعد بداية الحرب بسنتين تقريبا، الحرب العالمية الثانية، انجلترا بتحاول تقوي قواتها في العراق. بتقوم ثورة بيقوم بها ضباط الجيش وبالتحالف مع الزعيم السياسي رشيد عالي الكيلاني. يبقى إذن هنا العراقيون هيقوموا بثورة عام 1941، الضباط ومعهم الزعيم السياسي رشيد عالي الكيلاني. ما موقف رشيد عالي الكيلاني والضباط؟ رشيد عالي الكيلاني والضباط العراقيين بيقوموا بالثورة ضد إنجلترا على أمل أن يدعمهم هتلر. بالفعل هتلر بيعلن إرسال طائرات ألمانية إلى المطارات السورية. يبقى إذن هنا قوات فرنسية خاضعة للجنرال بيتان حكومة فيشي، وألمانيا أرسلت الآن طائرات ألمانية إلى سوريا لدعم ثورة الضباط العراقيين في العراق. ما موقف إنجلترا؟ طبعا إنجلترا مش هتقف ساكتة، إنجلترا هترسل قوات إنجليزية لتدخل سوريا من الأردن. لاحظ هنا كده الأردن في النقطة دي، القوات الإنجليزية بتدخل سوريا. لماذا؟ لكي تواجه وصول هتلر وقوات هتلر. إنجلترا لن تسمح لهتلر عدوها في الحرب العالمية الثانية بالتوغل في بلاد الشام. بتدخل القوات الإنجليزية بلاد الشام لكي تصد قوات هتلر. أين الجنرال ديجول الآن؟ الجنرال ديجول بيرسل قواته لتدخل سوريا إلى جانب القوات الإنجليزية. ذكرنا أن الجنرال ديجول بيقيم في لندن ويؤسس حكومة فرنسا الحرة في لندن عكس حكومة فيشي الخائنة في مدينة فيشي في فرنسا. 41 بتدخل القوات الإنجليزية والقوات الفرنسية قوات ديجول. الوضع هنا أصبح كالتالي: قوات فرنسية تابعة لبيتان وقوات فرنسية تابعة لديجول. قوات فرنسية تابعة لبيتان بدعم ألماني، وقوات فرنسية تابعة لديجول بدعم إنجليزي. في نهاية الأمر تنتصر القوات الإنجليزية وقوات ديجول،
حيث وقعت القوات الفرنسية الأساسية الموجودة في سوريا اللي هي قوات فيشي، قوات الاستعمار، بتقع في حيرة لأنها هتقابل وهي بتواجه الجيش الإنجليزي بتقابل قوات فرنسية. وضحنا على الخريطة أن الجنرال بيتان حكومة فيشي والجنرال ديجوت الاثنين ظهروا في أثناء الحرب العالمية الثانية. مع نهاية الحرب العالمية الثانية بينتصر الحلفاء وبيدخل الجنرال ديجول بقواته إلى فرنسا، ومعه قوات إنجليزية ومعه قوات أمريكية، وبيتم طرد هتلر إلى ألمانيا وتتحرر فرنسا. من فضلك اشترك بالقناة دعما لها وفعل الجرس وإعجاب وشير الفيديو لتعم الفائدة.